عندما مات أحد الصالحين ونحسبه كذلك وختمت له خاتمة طيبة ولله الحمد كانت في صلاة الفجر، بعد فترة رآه من رآه في المنام بأنه وهو من أهله يبشر بأن، وكانت ابنته هذه التي رأته في المنام، فسمعت هاتفا في المنام يبشرها بأن أباك في روضة من رياض الجنة. لكن المنظر الآخر في هذه المقبرة أن كثير من الناس أيديهم وبطونهم خارج المقبرة ويصرخون يعذبون، فالذي هتف لها في المنام يقول لها إن أباك في روضة من رياض الجنة والآخرون يعذبون. مع أن هؤلاء الآخرون لو جئنا في سيارهم تسجد إنسان كان طيب وكان كذا وكان كذا، لكن من خلف الناس ومن وراء الناس هو يتعامل بكبيرة الربا والعياذ بالله. فإذا هنا على الإنسان أن يتدارك نفسه، أنت لا تدري اليوم على الأرض غدا تحت الأرض، ولن ينفعك شيء يوم العرض إلا أعمالك الصالحة الخالصة لله سبحانه وتعالى. هذا أمر.